أزرق تماما مثل عينيه. هل رأيتم ذلك الكعب؟ جان تبا كم هو رائع. الكعب العالي مخصص للقصيرات فقط ونحن فتيات طويلات. دعنا، ماذا ترسمين؟ مجموعة جديدة؟ مرحبا قطط، لا أنا أرسم لوحة. مرحبا دعنا. حسنا، لقد تركنا لك مفاجأة في خزانتك. دعنا، نحن نريد أن نكون صديقاتك. صديقات مقربات؟ لا تستطيع أن أكون صديقتكم لك من دون مفاجآت، لكن شكرا. أظن أن المفاجأة لم تعجبها. الآن فقط سندع لها، هناك مفاجأة أخرى غدا. أتيت شيء آخر؟ لا شيء. نحن سنذهب. سمعتم لاعبات السلة يحاولون أن يشتروا دعنا بالهدايا. يجب أن نضع شيئا أيضا في خزانتها. أجل، مثل الحلويات، إنها تحب هاريبو. إذا لنشتري هاريبو غدا. نحن؟ أجل، يجب أن تكون دعنا صديقتنا. مرحبا دانا. مرحبا فتاة. أتريدين الشيبس؟ لا شكرا. اسمعي دانا، لقد كنا نراقبك قليلا. آخرك لا يوجد في رأسك أبدا، هل لديك أي أسرار؟ يا لح من سؤال غريب، وكأنكم لا تملكون أسرار. حسنا، جميعنا نشارك أسرارنا مع بعضنا. هل نقرأ مذكرة دانا الشخصية؟ أرين أنها تكتب هناك كل شيء. نعم، هل فقدت عقلك؟ ماذا إن أخذ أحد مذكرتك الشخصية وقرأها؟ هل ستكونين بخير؟ لن أقوم بمسامحة ذلك الشخص أبدا. فتيات، دانا ستخبرنا بكل شيء عندما تكون مستعدة. حسنا فتيات، يجب أن أذهب، أراكم في الفصل. دانا حتما تخفي شيئا، إنها ليست على عادتها، هذا واضح جدا. رأيتم دانا تتحدث بجفاف حتى مع بوني. كأنها ترتدي دجاجا. دانا كبيرة الآن، عندما كنت في عمرها أنا أيضا كانت لدي مئات الأسرار ولم أشاركها مع والدي حتى. لكن لا أريد أن تخفي أختي الأسرار عني. ديانا، أنا أنتظرك أن تفتحي شبس الأشباه هذا منذ 10 دقائق. صحيح، كلوا. مرحبا ستيلا، يوم سعيد. شكرا، أنت أيضا. مرحبا رئيسة الفصل. مرحبا شباب، لا حاجة للرسمية، فقط دانا. دانا، يمكنني ألا أنظف الفصل؟ أيمكنني ألا أسقي الورود؟ دعي القطط تفعل هذا. هكذا إذن شباب، هناك مهام الفصل، على الجميع أن ينظف. الجميع؟ شون، سعيد لأنك اخترت دانا؟ إنها فقط تريد أن تكون الأمور عادلة. شون، أنت أحمق، كان عليك أن تصوت لي. وهل أنت أفضل؟ أنت كالجزرة. جزرة. سأريك لاحقاً أيتها الخوخة المشعرة. ماذا؟ خوخة مشعرة. بولدوكس، تحدثون الكثير من الضجيج، إلى الفصل. هيا بنا. شباب، كيف هزمناكم ها؟ 32-6. حسنا شباب، اهدأوا. توماس خيب ظني. لما أنا كنت ألعب جيدا. كنت كل شيء عاد جيد. اهدأوا شباب، لديكم فرصة لتلعبوا غدا. لحظة، هناك رسالة لإسماعيل، أتساءل من وضعها هنا. من تقصد بمن؟ بالطبع من لورين. أنا أيضا أظن ذلك، لورين واقعة في حبك. إسماعيل، أنا حقا معجبة بك، لكنني خائفة من أن أعترف. أريد أن أستجمع عن شجاعتي وأعترف من أنا، لكن لا أستطيع. يا إلهي، من تعترف بمشاعرها لإسماعيل؟ إنه ليس خط يد لورين، لا أعلم من هذا. أنا مصدوم شباب، أي فتاة لا تستطيع أن تعترف من هي؟ أتعلم إسماعيل، أنا أيضا الآن أتساءل من كتبت لك الرسالة. حسنا، لا أظن أنها ديانا من كتبت لي الرسالة. أوه. متأكد أنها ليست ديانا. كل شيء ممكن، سأسأل ديانا، سأسألها. حسنا كيريل، إيه ده، كنت أمزح. هذا ليس مضحكا أبدا. حسنا، غدا سألعب أنا وزكات ضد إسماعيل، تيمور وتوماس. حسنا. أوبا، كيريل غاضب حقا. وما علاقتي أنا؟ لم يكن عليك أن تفتح خزانتك. حسنا، لست أنا من وضعتها هناك. انتهى أمرك يا إسماعيل. هذا غير معبر، سنكتشف من لا تستطيع أن تعترف بمشاعرها لإسماعيل. إذا كيريل اكتشف. اهدأوا شباب، ربما هذا مجرد مقلب. لا أظن. شباب، يعلم أحدكم أين هي بدلتي؟ ليست في خزانتي. بدلتي ليست هنا أيضا. وأنا أيضا. اهدأوا شباب، بيج أخذهم للغسيل، سيعيدهم نظيفين. هذا جيد، لكن الأفضل له ألا يخلط بين بدلاتنا. الشرط خاصتك يمكن أن يصبح لي. لا تحلم بهذا حتى. معلم مايك، هل يعني ذلك أن رئيسة الفصل لم تعاقب؟ لورين، ما بك؟ دانا فتاة جيدة. ماذا؟ هل رأيتها كيف تبدو؟ إنها ترتدي كعبا عاليا بهذا الطول. أجل، لقد رأيتها كيف تتباهى بكعبها. إنها لا تتباهى أشلي، أنت تكذبين. بلى، إنها تتباهى. اهدأوا شباب،
أنتم تحدثون ضجة لأجل لا شيء. لأجل لا شيء معلم مايك؟ الحصة بدأت، وأين هم باني؟ هل تغيبوا؟ واحدة منهم هي رئيسة الفصل الآن، يجب أن أغير رئيسة الفصل. رأسي يؤلمني حقا الآن. مرحبا معلم مايك، سامحنا على التأخير. ماريو إنه مكتبي. حسنا أنا ذاهب، قمت فقط بتدفئتي. لا أحتاج أحدا ليدفئ مكتبي. ديانا ماذا؟ هل رأيت دانا غائبة؟ معلم مايك ألا ترى أن أحدا لا يوجد في الفصل؟ لورن أنت مزعجة جدا، أرى أن دانا ليست هنا، ربما لديها عمل وستأتي قريبا. لا مساندة دانا كثير حقا، لن نستطيع أن نجعلها تترك منصبها. أنا سأستطيع. سأغلق فمك بشريط لاصق أشلي. أنا ما سأغلق فمك بشريط لاصق. هذا يكفي، سنبدأ الحصة. ديانا دعي الهاتف، المعلم مايك سيوبخك. أنا أراسل دانا لأخبرها أن تأتي للفصل. حسنا شباب فلتهدأوا. مرحبا دانا، اليوم سنتحدث عن درس مهم، لذا اهدأوا. انظروا لهذا، المعلم مايك لم يوبخها حتى. أشلي يمكنك أن تصمتي؟ أنت كطبل القديم تزعجيننا. ليس طبل، برميل. معلم مايك تعرض للتنمر. أرى أنه لا يمكننا أن نبدأ الحصة، إذن الجميع سيتلقى توبيخا رائع. أنا أظن أن دانا من يجب أن توبخ لأنها وصلت إلى الفصل متأخرة ولم تقم بتحية المعلم حتى. لعباتي السلة، أيمكنكم أن تصمتوا؟ لدينا فصل. لدينا فصل. صحيح شباب، الأفضل أن تصمتوا، دعونا نتابع الدرس. تبا ماذا؟ كيريل يريد أن يتحدث معي. أسمايل مجددا. استرع اللائحة. لن أخذ أي لائحة منك جيجي. كل من فيها يدين بالمال. تلك مشكلتكم. هي لاعبي السلة. ستيلا يجب أن نتحدث. هل فقدتم عقلكم؟ سئمت منكم. أسمعكم لاعبي السلة، لدي سؤال. ستيلا هل أنت من وضعت رسالة في خزانتي؟ كوني صريحة، يجب أن نعرف الحقيقة. إن لم تكوني أنت سنسأل الآخرين. لم أضع أي رسالة في خزانتك. أي سؤال آخر؟ ستيلا لدي سؤال بخصوص اللائحة. جيجي سبق وأخبرتكم، تلك مشكلتكم. لا ستيلا، هذه مشكلة الإدارية أيضا، لأن المقهى يوجد في الأكاديمية. شباب دعوني أمر للمديرة. شباب لما أنتم مجتمعين هنا؟ ليست لديكم أي حصص؟ كل شيء بخير معلم مايك، فقط كنا نتحدث مع ستيلا. تدريبنا انتهى للتو، سأعود مع المديرة والأفضل ألا أرى أي أحد منكم هنا. حسنا شباب هيا، لم تكن ستيلا والمعلم مايك سيعود مع المديرة. سمايل لدينا مشكلة ويجب علينا أن نحلها، أم أنك خائف أن تعرف من هي؟ سأعود لثلاثة عندما أنتهي الأفضل أن أرى أحدا منكم في مكتب الاستقبال. واحد اثنان، هيا اللائحة، هيا بي. ثلاثة، نحن ذاهبين. ستيلا لكنها ليست أنت. أوه إذن من؟ يا له من يوم مجنون، الجميع يركض ويريد شيئا، لن يدعوني أعمل في سلام. لا أصدق دانا، أنت تقريبا بنفس طولي. ناستيا الكلب، رأينا هذا. أتعلمون في التيارات غالبا لن أتدرب اليوم. ماذا تقصدين بلن تتدربي؟ دانا لا يمكننا أن نفوت التدريب. ما يمكن أن يأتي في أي لحظة. دانا أنت تتصرفين بغرابة. لست غريبة أبدا، أنتم فقط تتخيلون. فتيات يجب أن نتحدث. ديانا لدي سؤال لك. هل حدث شيء؟ أنا سأذهب. سمايل تحدث عن الرسالة. لا أهتم، أنا متأكد أنها ليست ناستيا. حسنا ديانا وجدت رسالة حب في خزانة اليوم. كيريل يلاحق سمايل لأنه يظن أنك أنت من كتبتها. كيريل هل فقدت عقلك؟ أنا لم أكتب أي رسالة حب لسمايل. سمايل ربما لورن من كتبت الرسالة، لقد كانت معجبة بك. واحدة من القطط. فقط لا تقولوا أنها أشلي. حسنا توجد جملة في تلك الرسالة حيرتني حقا، لا أستطيع أن أعترف من أنا. أتساءل سمايل من هذه المعجبة السرية؟ إن لم تكن واحدة من لاعبات السلة ولا من القطط، وأيضا ليست أشلي. ستيلا مستبعدة أيضا. دانا، دانا كانت تتصرف بغرابة طوال اليوم. دانا؟ ديانا هذا لا يمكن. ليست دانا أنا متأكد، كانت لتطلب مني أن أتحدث مع سمايل. تيمور لم أكن أعلم أنك قريب منها هكذا. فتيات ماذا عن التدريب؟ أظن أنه لن يكون هناك أي تدريب. صحيح لن يكون، سنذهب عند دانا ونسألها بعض الأسئلة. أنت محظوظ، ليس واضحا بعد،
ربما ديانا قالت دانا عمدا. أضمن لك أنها ليست ديانا، كنت سأعرف. لا أعرف كيف سأفكر. من الغريب أن دانا يمكن أن تحب سمايل. تشعر بالغيرة تيمور؟ أنا أغار منك سمايل، مستحيل. سمايل لا تفرح، لسنا متأكدين من أي شيء. إذن شباب هل نذهب ونلعب الكارتينج؟ أجل هيا، لقد تحمست. سنذهب بعد أن نحل هذا. إذن لن نذهب لأي مكان اليوم. سنذهب، هذه الرسالة ليست من ديانا. لو كانت هي لعرفت من عينيها، أنا أعرفها جيدا. شش كيريل إيدا، سمايل لم يقل أي شيء سيء. لما تتصرف هكذا؟ ماذا إن كانت الرسالة مقلب؟ صحيح، الرسالة يمكن أن تكون مقلبا. لا أظن. شش، سنعرف الآن. ستتحدث بوني مع دانا ونعرف. دانا الكاكاو. شكرا جيجي. دانا أحتاج مساعدتك. جيجي ليس الآن. دانا أرجوك لا أستطيع النجاح من دونك. لا أحد يريد أن يعيد لنا المال. جيجي وماذا يمكنني أن أفعل؟ دانا أرجوك، أنت رئيسة الفصل، يمكنك أن تؤثري بطريقة ما. دانا يجب أن نتحدث. جيجي من فضلك يجب أن نتحدث مع دانا. بالطبع بوني، تحدث معها. حسناً دانا، نعرف كل شيء. الآن فهمنا لما كنت غريبة هذا اليوم. لا تحاولي أن تخفي أي شيء عنا، واضح؟ لا أخفي أي شيء، وأيضاً أليس من المفترض أن تكون في التدريب؟ دانا، لن يكون هناك أي تدريب اليوم. لا يمكننا أن نتدرب دون فريق مكتمل. دانا، أخبري صديقاتك بكل شيء، وأختك أيضاً. هل كتبت رسالة لإسماعيل؟ فتيات، أي رسالة؟ أنا لا أفهم. فهمت الآن، لم نتوقع هذا منك. هل أنت حقاً معجبة بإسماعيل؟ وماذا حتى وإن كنت معجبة به؟ لا أرى أن هذا من شأنكم. أنا مصدومة، دانا وإسماعيل. أخذته من بعدك. لا فتيات، هذا فظيع حقاً، هذا لا يمكن. كيف استطاعت دانا أن تحب إسماعيل؟ فتيات بوني، أيمكنكم مساعدتي؟ ما الخطب جيجي؟ ماذا يمكننا أن نفعل لك؟ فتيات، سبق وطلبت من ستيلا والمعلم مايك وحتى دانا. البولدوكس يدينون لنا بالمن ويرفضون إعادته. كم من مرة علينا أن نخبركم؟ لا تقرضوا أي شيء لأي أحد، حتى البولدوكس. جيجي، لطفكم هذا لا يعود عليكم بأي نفع. ولا تثقوا في البولدوكس. إذا لن تساعدونا؟ جيجي، سنساعدكم، لكن أولاً يجب أن نتحدث مع دانا وأن نتأكد أنها لا تخفي أي أسرار عنا. ديك، سمعت فتيات بوني سيتحدثون مع البولدوكس. أمل أن يتعرضوا للضرب. يمكنك أن تضربهم أنت. إنهم كثر وأنا واحد. واحدة فقط، لكنك قوي. ستيلا، لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة. جيد، أمل أن تهتمي بمشاكل جيجي أيضاً، لقد سئمت منها أساساً. سأتحدث مع جيجي غداً. واو، دانا تبدين جميلة. أي حلويات يجب أن نشتري لك؟ قطت، ما خطبكم؟ نكهة القلع والفراولة. لا نعرف أي حلويات سنختار. الحامضة أم الحلوة؟ الحامضة، إنها لذيذة أكثر. أحب الحامضة أيضا. فهمنا الإرهاد. دانا، بالمناسبة لديك رسالة. واو، رسالة من من؟ دانا، أيمكننا أن نتحدث؟ أهناك مشكلة إسماعيل؟ هناك معجبة سرية تضع لي رسائل الحب في خزانتي، والجميع يتساءل من هي، لكنها لا تعترف. ونحن نتحرى، من يمكن أن تكون معجبة بإسماعيل؟ إسماعيل لديه معجبة سرية وأنتم تتساءلون. نحن أيضا نتساءل. من؟ حسنا شباب، يجب أن أذهب بتوفيق إسماعيل. إنها حتما دانا. ماذا دانا؟ شباب، هل أنتم مصدومين من أسرار دانا مثلنا؟ لكن لا بأس، سنعرف جميع أسرار دانا قريبا، فنحن فريق، وأنا أختها. ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعل الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا. ودان.